أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
الصادقين قل يجمعكم إلى يوم القيامة أكثر الناس لا يعلمون إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Mohon perhatian untuk nomor 319, 320, 321, dan 322.